ونبتدي مع مسلسل الحشاشين، إنتاج ضخم، مسلسل تاريخي بيلعب على منطقة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي. فريق أو فرقة الحشاشين اللي أسسها حسن الصباح، وفرقة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي. نص عبد الرحيم كمال، بطولة كريم عبد العزيز، شايف المسلسل ده إزاي؟ قبل الحشاشين بخطوة كده، تعال نشوف حاجة مهمة جدا. خلال سنوات طويلة فاتت كنا بنشوف على الشاشة معظم المسلسلات جاية الخناقات والبطل الشعبي، وفي أوقات بتوصل للبلطجة، ولكن الهدف الأساسي من الدراما التلفزيونية، لا ده الدراما بتدخل بيوت، يبقى لازم أقدم شيء ليه قيمة. القيمة دي ابتدت خلال الثلاث سنين أو الأربع سنين اللي فاتوا تختلف، نبتعد عن أمور كتيرة جدا ما تظهرش على الشاشة، وابتدينا نقدم مضمون. هذا المضمون جاب نتيجة خلال السنوات اللي فاتت. السنة دي احنا عندنا مجموعة مسلسلات متنوعة، على رأسها مسلسل الحشاشين. مسلسل الحشاشين يعني اقدر اقول ان هو من اكبر المسلسلات، واللي احنا بنتوقع له نجاح السنة دي ان هو هيبقى مثلا ما بين رقم واحد وواحد مكرر، مش نقول اتنين، لان كمان الاسماء الموجودة على التتر صعبة. نتكلم في عبد الرحيم كمال. وقبل ما نقول بطولة مين، نجاح العمل اساسا عمود فقري للعمل الورق. وسيناريو الورق. فلما بقول قصه عبد الرحيم كمال، يبقى هنا جزء من النجاح مضمون. كريم عبد العزيز هو رقم واحد على الساحه الفنيه، كنجم كبير جدا سواء في السينما او في التلفزيون. وهو كمان كريم بيمتاز باختياراته، مش بس بادائه، لا اختياراته للاعمال اللي بيعملها تبقى جميلة جدا، باحترامه كمان اللي بيقدمه، دايما بيكون حريص انه يمتلك ادوات الشخصية بشكل كبير. لو جيت اشوف اعماله مش كتير بس ليها قيمة. صحيح. فمن هنا ده جزء من النجاح طبعا. الحكاية مش ان انا اقدم 100 عمل. صحيح. لكن ممكن اقدم 5 اعمال لهم قيمة. كريم من هذه النوعية. ما ننساش ان ابن محمد عبد العزيز مخرج كبير طبعا، وعمه مخرج استاذ عمر عبد العزيز، يعني اسره فنيه بالكامل. هذا المسلسل بيتكلم على فتره كده في التاريخ، وده مسلسل تاريخي يعتبر. هذه الفتره، وده اللي احنا كنا بنفتقده لفترات كتيره، احنا ليه ما بندخلش ما بنقدمش ثقافه للمشاهد؟ دي حاجه مهمه طبعا، لان احنا قبل كده قدمنا اعمال من هنا من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. صحيح. الزيني بركات وغيره وغيره، اللي هو ايه، فتره من التاريخ انا بقدمها مش ترفيه بس، لا تثقيف وعي بالظبط. فمن هنا احنا مستنيين ما سيحدث في هذا العمل، لكن الشكل العام والانتاج الضخم بيقول لنا ان ده هيتصدر على الاقل في الفتره دي.